السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تدريبات الدرس الثاني في الوحدة الثالثة بعد ما حلينا عليه وكمان شرحناه في كتاب المعاصر. طبعا لو عايز تستمع للشرح وحل تمرينات المعاصر أنا سايب لك الرابط في صندوق الوصف. تعالوا بقى نبتدي حلنا في تدريبات الدرس الثاني في كتاب استباهات. طبعا التدريبات موجودة في صفحة 96. عندنا كلمة lower، وقلنا lower حبيبي معناها سفلي، ولما تيجي lower Egypt معناها الوجه البحري. عندنا suitcases يعني حقائب سفر، وعندنا nile يعني نهر النيل، ولايز يعني تقع، وعندنا capital بمعنى عاصمة، capital معنى عاصمة، lies قلنا بمعنى تقع، وده طبعا النيل. suitcases يعني حقائب سفر. قول Egypt is a very beautiful country، يعني مصر دي بلد جميلة. The air runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. مين اللي بيجري في مصر لغاية ما يوصل لغاية البحر المتوسط؟ برافو عليكم. The Nile اللي هو نهر النيل. طيب بيقول لي Cairo is the heart of Egypt، برافو عليكم. Capital، capital بمعنى عاصمة. It's a modern city in A Egypt، طبعا قلنا هي مدينة حديثة أو عصرية في الوجه البحري، يبقى in lower Egypt، lower Egypt يعني الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt and Sudan A to the south، أكيد طالما ليبيا بتقع في الغرب يبقى السودان بتقع في الجنوب، يبقى lies، lies حبايبي بمعنى تقع. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الثاني وهو سؤال التوصيل. بيقول لي fertile، كلمة fertile حبيبي وقلنا بمعنى خصب، وقلنا خصب دي معناها هي good land to grow plants and crops، يعني أرض صالحة لزراعة النباتات والمحاصيل، يبقى حوصلها بسي. wind erosion قلنا تعرية الهواء، قلنا ده الأثر الضار اللي بيسببه الهواء سواء بالتغيير أو بالتدمير، يبقى أقول when the wind changes or destroys something، يبقى على طول حوصلها بإف. نمبر 3 بيقول فلو، قلنا فلو حبيبي بمعنى تدفق، ودي حركة من حركات الماء، فإذا هقول the way water moves يعني الطريقة اللي بيمشي بيها الماء. طيب نمبر 4 بيقول soil erosion، قلنا ده اسمه تآكل التربة أو تعرية التربة، وقلنا يا حبيبي تعرية التربة دي لما المية أو الهواء الرياح يعني بتدمر التربة وكمان بتاخد أجزائها بعيدا، عشان كده قلنا when the water when break down the soil and take the soil particles away، يبقى حوصلها بإيه. كانل قلنا كانل حبيبي للقناة المائية المصنوعة بواسطة الإنسان، فبالتالي هقول a waterway made by humans. ب river bank، river bank حبيبي اللي هو ضفة النهر، وقلنا ضفة النهر دي الأرض اللي موجودة بجانب النهر على امتداده، فبالتالي هقول the land along the side of the river، الارض اللي بجانب النهر وكمان على امتداده، وصلها بدي. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال ملغ الفراغات رقم 3. عندنا كلمة ساند يعني رمل، عندنا ويند يعني رياح، عندنا سكالبتشرز يعني تماثيل، عندنا تشينج يعني يغير، عندنا ستونز يعني حجارة. In Egypt's white desert you can see some amazing ايه، ممكن تشوف ايه بقى من الحاجات دي؟ هتقول له مستر شوف سكالبتشرز، انا مذاكرها كويس، يعني منحوتات او تماثيل منحوتة. There weren't any sculptures millions of years ago، ما كانش فيه ابدا منحوتات من ملايين السنين. Over time بمرور الوقت the A blows sand and a small A against the rocks، طبعا مين اللي عصفت بالرمال وكمان بالصخور الصغيرة؟ برافو عليكو، يبقى wind. Blows sand and small stones، برافو عليكو، يعني الحجارة الصغيرة. The rocks a shape after many years the wind and sand turn the rocks into beautiful sculptures، يبقى إذا الصخور اتغير شكلها يبقى change shape، change shape يعني غيرت شكلها. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 97 وده سؤال اختياري. بيقول the A is a very hot place، طبعا مين حبايبي في دول اللي بيبقى مكان حر جدا؟ هتقول له يا مستر ذا ديزرت، الصحراء بتبقى حر قوي. ار يوجوالي فيري هاي، مين حبايبي اللي بتبقى عاليه في دول؟ هاي يعني عالي. ريفرز كانلز اور ماونتينز، هتقول لي ماونتينز الجبال.
نمبر 3 بيقول lots of birds كثير من الطيور and animals حيوانات live in the trees of the A بيعيشوا في الأشجار مين في دول اللي فيهم أشجار تقول لي أكيد rainforest يعني الغابة المطيرة نمبر 4 بيقول the water of A is usually very cold بيقول المية بتاعت A دايما باردة هتقول لي مش الريفرز مش الأنهار العادية ولا الليكس ده في الجلاسيرز الجلاسيرز اللي هي الأنهار الجليدية نمبر 5 بيقول لي the desert is full of A طبعا اكيد الصحراء هتبقى مليانه ايه يا ترى شلالات بتقول ما فيهاش ميه اصلا طب ريفرز انهار بنقول ما فيهاش ميه امال ساند ديونز ساند ديونز يعني كثبان رملي تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي there was a in the town the streets were full of water بيقول لي اللي في الشوارع كان فيها ميه كتير جدا يبقى اكيد كان فيه فيضان طب الفيضان اسمه flood نمبر 7 بيقول لي the Nile A runs through Egypt طبعا نهر النيل هو اللي بيجري في مصر يبقى the Nile River نمبر 8 بيقول لي this land is A you can get good crops بيقول الارض دي ايه انت ممكن تحصل منها على محاصيل جيده يبقى اكيد الارض دي fertile وقلنا fertile حبايبي بمعنى خصب طب تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي water falls from the high place بيقول لي الميه بتسقط من مكان عالي ان ا طالما الميه بتبقى بتسقط من مكان عالي ده قلنا حبايبي يبقى شلال والشلال اسمه ووتر فول الشلال اسمه ووتر فول 10 بيقول a river has to بيقول النهر بتاعنا ليه كم فرع فرعين يبقى has to branches branches حبايبي يعني فرع او فروع تعالوا نشوف يلا القطع بتاعتنا واللي بتتكلم عن منخفض الفيوم بيقول the Fayum Depression is a very special place in the western desert of Egypt بيقول لي مكان مميز جدا فين حبايبي في الصحراء الغربية في مصر It's an oasis دي واحة with the biggest waterfalls in Egypt فيها أكبر شلالات في مصر It has the huge وادي الريان park يعني فيها حديقة وادي الريان الضخمة which is home to many birds and animals يعني موطن لكثير من الحيوانات والطيور There are also fossils of whales. ده فيها كمان حفريات لحيتان. Fayum has lakes and amazing sites all in one place. يعني فيها بحيرات وأماكن كتير تشاهدها كله في مكان واحد. It's a green place. يعني مكان أخضر where many plants grow. حيث تنمو الكثير من النباتات. تعالوا نشوف بقى أول سؤال معنا. بقول It's an oasis with the biggest A in Egypt. أقول إن هي واحة. فيها أكبر إيه في مصر؟ هتقول لي waterfalls يعني شلالات فيوم has A and amazing sites قلنا إن الفيوم فيها بحيرات بحيرات يعني lakes تعال نشوف يلا السؤال رقم 3 بيقول لي where is the Fayum depression؟ أين منخفض الفيوم؟ طبعا منخفض الفيوم حعوض عنه بإيت ونبدل مع is وأقول in the Western desert of Egypt يعني في الصحراء الغربية لمصر Number 4 بيقولوا why is وادي الريان park important يعني ليه يا حبيبي حديقة وادي الريان دي مهمة جدا طبعا هقول لانها موطن لكتير من الحيوانات والطيور هقول because It is home to many birds and animals يعني موطن لكثير من الطيور والحيوانات تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحة 98 وده سؤال الترتيب واللي is country Egypt very beautiful تقريبا اتكررت في كل الكتب عايز اقول مصر بلد جميلة Egypt is قلت الصفة بتيجي قبل الاسم والدرجة بتيجي قبل الصفة وآ بتيجي قبلهم كلهم يبقى اذا هقول a very beautiful country يعني بلد جميلة جدا Egypt Cairo there is of capital وانا عايز اقول ان القاهرة عاصمة مصر كايرو is
the capital of Egypt يعني القاهرة عاصمة مصر. طب made where wind sculptures the boy. طب انا عايز اقول ان المنحوتات دي صنعت بواسطة الرياح. بحول sculptures يعني ايه صنعت؟ where made. طب بواسطة اسمها by والرياح اسمها the wind. where made by the wind. طب تعال نشوف number 4 بيقول لي lies of west Libya Egypt to the. طب انا عايز اقول ان ليبيا بتقع في غرب مصر. ليبيا تقع يعني lies هجيب وراها to the west of Egypt يعني تقع في غرب مصر. طب تعال نشوف اخر سؤال. Nile is the delta lower Egypt is. طبعا اكيد عرفتوها. عايز اقول ان دلتا النيل بتقع في الوجه البحري. اذا هقول the Nile delta خلي بالك بتبدأ بكابيتال letters is in يعني تكون في lower Egypt الوجه البحري برضو لازم تبدأ بكابيتال letter. تعالوا نشوف حبايبي يلا اخر سؤال معنا هو سؤال punctuation الترقيم. بيقول لي the Aswan High Dam was built to control the Nile flooding. طبعا حبايبي ده T capital. أسوان هاي دام خلي بالكو ده اسم مكان مشهور فبالتالي لازم الاي بتاعت أسوان والاتش بتاعت هاي والدي بتاعت دام كلهم حبايبي يكونوا كابيتال. was built يعني بنية to control the Nile flooding. طبعا هنا الان بتاعت نايل هتبقى كابيتال واحط في الاخر الفول ستوب بتاعتي. نمبر 2 بيقول لي كايرو ذا كابيتال اوف ايجيبت. طبعا السي بتاع كايرو كابيتال اولا اسم بلد ثانيا في اول الكلام از ذا كابيتال اوف ايجيبت. طبعا حبايبي الاي بتاعت ايجيبت كابيتال لانها اسم بلد وفي الاخر فول ستوب. نمبر 3 ذا نايل دلتا از ان لوور ايجيبت. ذات تي كابيتال نايل الان كابيتال دلتا دي كابيتال از ان لوور ايجيبت ال بتاعت لوور كابيتال والاي بتاعت ايجيبت كمان كابيتال وفي الاخر فول ستوب. نمبر 4 بيقول ذا تو برانشز فلو توردز ذا ميديترينيان سي. قلنا الفرعين بيتدفقوا تجاه البحر الابيض المتوسط يبقى ذا two branches صغر خط شوية عشان يقضي flow towards the طبعا Mediterranean Sea ده اسم بحر فبالتالي لازم الام بتاعت Mediterranean والاس بتاعت سي Mediterranean Sea في الاخر فلسطوب. نمبر 5 بيقول لي it stretches. stretches حبايبي بمعنى يمتد from Alexandria to Port Said. طبعا الاي بتاعت it عشان في اول الكلام stretches اكيد ما فيهاش حاجه from طبعا Alexandria الاي هتبقى capital to port سعيد اكيد البي كابيتال بتاعت port والاس بتاعت سعيد برضو كابيتال وفي الاخر فلسطين. the Fayum depression is in the western desert of Egypt. طبعا عايز اقول منخفض الفيوم في الصحراء الغربية لمصر يبقى ذا اتي فيوم اكيد الاف و depression كمان الدي
is in the. طبعا الصحراء الغربية برضو الدبليو بتاعت ويسترن والدي بتاعت ديزرت. of Egypt برضو الاي كابيتال عشان اسم بلد, وفي الاخر طبعا احط فلسطين. يبقى تي اف دي دبليو دي وكمان الاي بتاعت ايجيبت وفي الاخر الفلسطين بتاعتي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في حل تدريبات الدرس الثالث, بس شكل ما قلنا بعد ما نشرح درسنا وكمان نحل عليه تدريبات من كتاب المعاصر. Goodbye. السلام عليكم.